هذه الشيلة كلمات أبو العروس منصور إلى ابنته بشرى. أعزف أوتار الفرايد والجزال وانسج بيت الرفيع المستوى. يوم شبكت بشرى صار القلب سالي، بنتي اللي زايد بقلبي غلاها. أعزف وتر الفرايد والجزالي وانست بيات الرفيع مستواها. يوم شبكت بشرى صار القلب سالي، يوم شبكت بشرى صار القلب سالي، بنتي اللي زايد بقلبي غلاها. نادره بالحسن ووصف الجمال، يسحر عيون البشر دايم حلاها. بنتي بشرى قدرها في الناس عالي، زانها الله بالخجل وبالكساها. يوم شبكتها وهي أخت الرجال، يوم شبكتها وهي أخت الرجال، أسأل الله أن يحقق به مناها. بنتي اللي قلبها صافي زلالي، بنتي اللي قلبها صافي زلالي، بشرى والأبيات ما تمدح سواها. أم فيصل عايشة قلب المثالي، هو البشر اللي معاها وحدوها. التواصل على جوال 0-5-3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 -
لك ها هناها ذا وليد الشهم شيل الثقالي ذا وليد الشهم شيل الثقالي لا صفات ما حد يبلغ مداها هذا خالد ما يهاب من المحالي هذا خالد ما يهاب من المحالي راعي أخلاق وقد فحشها وابن عم ولادي أصحاب المعالي ضفتهم اليوم شاركنا معاها يا هنا عبد الله ببلغ المنالي العريس اللي كفاعنا يراها والوصية في بشرى مسك الختام والوصية في بشرى مسك الختام يا من ناقد دايما حقك مناها يا مانع عندك يا نسل الكرامي صونها وطيلها كل من جغاها يا مانع عندك يا نسل الكرامي صونها وطيلها كل من جغاها أعزفوا ترى الفرايد والجزالي أعزفوا ترى الفرايد والجزالي وانست أبيات الرفيع مستواها يوم شفكت بشرى صار القلب سالي يوم شفكت بشرى صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها نادروه بالحسن وصف الجمال يسحر عيون البشر دايم حلاها بنت بشرى قدرها في الناس عالي زانها الله بالخجل وبالكساها يوم شفكتها وهي اخت الرجال يوم شفكتها وهي اخت الرجال اسال الله ان يحقق به مناها بنتي اللي قلبها صافي زلالي بنتي اللي قلبها صافي زلالي بشرى والابيات ما تمدح سواها ام فيصل عايشة قلب المثالي هو البشرى اللي رعاها واحتواها والنعم اخوانها قروب الرجال قبل الفسعات ما تبقى الله هذا فيصل شامخ مثل الجبال هذا فيصل شامخ مثل الجبال يا بشبكتها يباركها هناها ذا وليد الشهم شيل الثقالي ذا وليد الشهم شيل الثقالي لا صفات ما حد يبلغ مداها هذا خالد ما يهاب من المحالي هذا خالد ما يهاب من المحالي راعي أخلاق وقد فحشها وابن عم ولادي أصحاب المعالي ضفتهم اليوم شاركنا معاها يا هنا عبد الله ببلغ المنالي العريس اللي كما عنده يراها والوصية في بشرى مسك الختام والوصية في بشرى مسك الختام يا ابن ماجد دايما حقك مناها يا مانع عندك يا نسل الكرامي صونها وطيلها كل من جغاها يا مانع عندك يا نسل الكرامي صونها وطيلها كل من جغاها يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021